طيب بما اننا بنتكلم عن الصفقات والاريحيه في الصفقات، الحقيقه عايز برضو حاجتين اتكلم فيهم، حاجتين مهمين جدا: انتقال احمد ياسر ريان لنادي سيراميكا كليوباترا، وايضا انتقال شادي حسين للنادي الاهلي. اهم المميزات لده ولده، ومعانا واحد من النجوم الكبيره جدا الحقيقه والمدربين المميزين الشباب اللي فرض اسمه خلال الفتره الاخيره، نجم الكبير كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا. كابتن احمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبي، وحشني والله. وانت كمان، اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. اولا يعني هل انت سعيد بوجود احمد ياسر ريان معاك وانتقال شادي حسين للنادي الاهلي؟ يعني انا بالنسبه لي احمد ياسر ريان طبعا صفقه كويسه، وهتعمل اضافه كبيره، لعيب كويس وخد تجارب في سيراميكا سابقا، وبرضه من ولاد الاهلي، وخد على الضغط وخد على حته اللعب على الفوز دايما. نعم، دي ميزه، وخد برضه تجربه احتراف في تركيا. كانت قصيره، بس ان شاء الله باذن الله انا عندي امل كبير ان السنه دي يعمل موسم كويس ويبقى موجود في المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. على الجانب الاخر، شادي حسين كان معاك فتره، اهم المميزات بالنسبه لشادي؟ لا، شادي هداف كويس، والفتره اللي انا اشتغل معايا فيها كان عامل ماتشات قويه جدا، وجاب جوان كمان، سيبك من الاهداف، جوان شكلها حلو. لعيب قوي، لعيب بيلعب تسعه بشكل كبير جدا، يعني ان شاء الله يبقى. بس انا كنت بشوفك ساعات بتحطه على الاطراف يا احمد. ايوه، يعني بالظبط، هو بيلعب ساعات وينج، بس هو راس حربه. هو راس حربه، يعني في نادي الاهلي يعني راس حربه بشكل كبير يعني طبعا. لان لوناج انا كان عندي مشكله في حته الوينج شويه. كان عندي اوناج بشكل كبير، فكنت بستعمله في الحته دي، وهو اداها بشكل كويس، خصوصا كمان تحركاته كانت بتروح ناحيه راس حربه تاني. يعني انت كنت بتحطه كراس، يعني راس حربه تاني، بس يقفل معاك شويه ناحيه الشمال او اليمين مثلا. بالظبط. لكن هو رقم تسعه، يعني لعب راس حربه. لكن هو ان شاء الله يعمل، يبقى قد الموقف اللي هو حته النادي الاهلي، وان شاء الله يعمل بصمه في النادي الاهلي بشكل كبير. مش كمان بكلمك على الشخصيه، شخصيه محترمه جدا، شخصيه قويه، يستحمل، عنده برضه خبرات بشكل كبير جدا، بقاله كتير في الدوري الممتاز، فان شاء الله يبقى من هدافين الدوري. سامي، انا متابعك على طول، انا متابعك على طول خلال الفتره اللي فاتت، دايما بتتكلم على شخصيه اللاعب اللي طالع من النادي الاهلي في كل البرامج. خلال الفتره اللي فاتت لما كنت بشوفك بلاقيك دايما بتتكلم على هذا الامر، يعني ايه شخصيه النادي الاهلي؟ بص، في شخصيه النادي الاهلي حته اللعب على المكسب، وحته مواقف المتغيره في الماتش، سواء خسران، سواء بتجري ورا المكسب، سواء التصميم، سواء الاصرار، ده مش موجود عند لعيبه كتير في الدوري. نعم. الا اللعيبه اللي يعني ايه، هو سربه شويه حته الموجوده من قطاع الناشئين للنادي الاهلي، فواخده على طريقه التفكير دي، وطريقه التفكير دي بتاخد وقت مع اللعيب، ما ينفعش انت بيبقى في لعيبه بره واخده على كده، لكن مش كتير. لان بياخدوا وقت كبير في النادي الاهلي، سواء من القطاع تحت لغايه فوق، ودي بتفرق معاهم بشكل كبير، لان الضغط في النادي الاهلي بيبقى كبير جدا، لان هم يعني بيلعبوا دايما على حته المكسب. ما يبقاش في فرايتي تاني، ما فيش اختيارات تانية. وانت عايز نوعيه اللعيبه دي؟ طبعا. اللعيبه دي انا بتمناها يعني. طيب، على الجانب الاخر برضو، اختيار النادي الاهلي لمارسيل كولر كمدير فني المدرسه السويسريه، بالنسبه لك السي في بتاع الراجل، شايف الموضوع ازاي من وجهه نظرك؟ انا بالنسبه لي طبعا اسمه كويس كل حاجه وبتاع، بس هو في الاخر احنا بنستنى لغايه ما نشوف الوضع، لان كل برضو انت ممكن تبقى مدرب كبير، لكن انت ما تنجحش هنا ممكن تنجح هنا، فهو انت في الاخر انت جايب اسم كويس، كره اوروبيه، وليه سي في وليه تجارب، ان شاء الله باذن الله يبقى اضافه، ويطور بعض اللعيبه اللي في النادي الاهلي، ويطور الاداء التكتيكي بتاع النادي الاهلي. لكن هو في الاخر انت 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 بتاخد بالاسباب، لكن انت طريقه شغله بقى وتجاربه دي عايزينها تبقى منعكسه على الفرق. اعتقد يا احمد ان السنه دي بعد ان انت كل الفرق تقريبا خدت وقت راحه جيد،
يعني ما بين الدوري ده والدوري ده، اعتقد ان احنا من الممكن ان احنا نشوف، انا شايف كده ان الدوري السنه الجايه هيبقى دوري قوي جدا جدا على عكس الفتره اللي فاتت. هو من السنين اللي فاتت برضو كان دوري قوي من ناحيه التنافس، لكن مش من ناحيه مش من الناحيه الفنيه. احنا من ناحيه التنافس الفرق بتنافس بعض، لكن في اثاره ولكن ما فيش نواحي تكتيكيه فنيه تقدر انت يعني تقول ان الدوري قيمته الفنيه قويه بشكل عريض بالنسبه لجميع الفرق. لكن هو في الاخر السنه الجايه لا، حته الناس كانت مشكله بالنسبه لها، وكانت دايره كبيره جدا في موضوع الكل وفرق كبيره بتنافس على الهبوط. دي هتدي برضو حته الخوف بشكل كبير من بدايه الدوري، هيبقى يعني مش هتقعد تستنى للدور الثاني، هيبقى دايما بدايه الدوري هتبقى قويه جدا وكله بيحارب. لكن طبعا الراحه اللي خدها اللعيبه دي طبعا هتفيدهم بشكل كبير، بس في نفس الوقت الراحه اللي خدها اللعيبه دي برضه مش هتستمر كتير، لان الدوري هيبقى مضغوط. فاهمني؟ لكن بدايه الدوري هيبقى التركيز كبير، كله عايز يجري ورا المكسب، عايز ياخد بناط، لان التجربه بتاعت السنه اللي فاتت كانت تجربه صعبه. طيب برضه انت من الناحيه الهجوميه كسيراميكا بقى، يعني انا برضه غيرت خط هجومك، يعني باسم مرسي مشي، شادي حسين مشي، جبت جون ايبوكا واحمد ياسر ريان، عبد الرحمن من بتروجيت. طيب المجموعه دي بالنسبه لك هتقدر تلعب بيهم ازاي برضو؟ هل شايف يعني ايبوكا، انا شايف ان ايبوكا ده واحد من افضل رؤوس الحربه اللي موجوده، لان هل من الممكن ان انت تضيف حد عليهم كمان؟ انا في ايبوكا وفي احمد ياسر ريان، وانا دايما حته الاثنين بيلعبوا في مركز واحد بيبقوا اقوياء، دي انا يعني في المدربين ما بتحبش بالظبط، لكن انا من المدربين اللي بحب كده، حته التنافس، لان ممكن تستخدمهم هما الاثنين، ممكن تستخدم واحد في بعض الماتشات وواحد ثاني، لازم يبقى عندك يعني حد دكه قويه في بعض الاوقات، وممكن تستخدمهم الاثنين. لكن هو في نفس الوقت لسه الخريطه الهجوميه، خريطه الفرقه كلها ما كملتش. يعني لسه عندك لسه في يعني في حاجات احنا بنسعى وراها ان احنا نجيبها، بس يعني لسه في مفاوضات يعني. ربنا يكرمك وان شاء الله الدنيا تبقى لطيفه والفتره اللي جايه تبقى كويسه. انا بشكرك جدا النجم الكبير كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، شكرا جزيلا، وعدد سواء اهم المميزات الخاصه باحمد ياسر ريان المنتقل حديثا الى سيراميكا كليوباترا، وايضا شادي حسين المنتقل حديثا الى او منذ قليل فقط الى النادي الاهلي.